السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا جميعا في قناتي وقناتكم عالم أميتك متنوعا. نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى في الأولين والآخرين. اليوم 14 شهر 9 2022، جبت لكم كما كتشاهدوا معايا شقة في مدينة الدار البيضاء في سيدي عثمان شارع أبي هريرة، ديك البلاصه على اعتقد كيسميوها العثمانيه. هاد الدار هادي جات في الطابق الثاني، جات في عماره مقابله مع الاعداديه اللي كاينه تما. على الدخله كتلقى هنا على يديك كتلقى الصالون. كما كتعرفوا جميعا ان البلاصه ديال سيدي عثمان راه فيها البني قديم، باش نكونوا على بينه من امرنا، ولكن راها جات في السونتر يعني قريب لك في كازا، يعني ماشي نواحي كازا ولا هذه. المهم الناس ديال كازا راه عارفين بالضبط سيدي عثمان فين جات، وعارفين حتى شارع ابي هريره فين جا. انتما كما كتشوفوا معايا هي السيده مشكوره غتصور لنا الشارع. هانتوما كما غادي تشوفوا معانا هاديك تما هي الاعداديه، ها الشارع انفاس معك، هي جات في هاد الزنيقه هادي ولكن ما مقابل معك الشارع. المهم دابا ندوزو للتفاصيل. كما قلت لكم انا ديجا هذيك المنطقه راه كتعرف ان البناء قديم، ماشي البناء جديد. قلت لكم جات في شارع ابي هريره سيدي عثمان، المنطقه كيعيطوا لها العثمانيه انفاس مع الاعداديه. الدار اولا الشقه فيها 56 متر، جات في الطابق الثاني، ملكيه محفظه مسجله بوريقتها ما عليها حتى شي حاجه، بالموضوع ديالها والسطح مشروك. هي خصوصا بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على ثمن مناسب وعلى وسط قريب لك كل شيء، قريب لك الجامع، قريب لك المدرسه، قريب لك السوق، قريب لك لينين، موقع استراتيجي ماشي في النواحي ديال الدار البيضاء تطملي الاولى هذه. المهم بالنسبه اللي بغاها راه يمكن له يعاود لها بزاف الاصلاحات ويتوكل على بركه الله، وحيت الثمن ديالها نوعا ما ان مقارنه مع الموقع ديالها راه الثمن مناسب. هنا على الدخله ديال الدار يمكن لواحد يدير بلاكار تما، السيده دايره فيها ماكينه ديال التصبين، يمكن لواحد يدير بلاكار. وهنا لاصق على الصالون كما غادي تشوفوا معايا اعزكم الله الحمام الدوش تواليت، كل واحد كيفاش كيسمى، كاين اللي كيسمى الحمام، كاين اللي كيسميها دار الوضوء، كاين اللي كيسميها الدوش، كل واحد كيفاش كيسميها. هي هذه اعزكم الله كما قلت لكم متراج ديال 56 متر. هانتوما كما كتشوفوا حتى الانستالاسيون ديال الموضوع راه باين بان راه البني قديم. انا كما قالت لي السيده ما غنخبي عليكم حتى شي حاجه، والتصويره راكم كتشوفوا فيها وانتم حكموا. اكيد نخليكم رقم التليفون ديال السيده اللي بغاها يتواصل معها في الواتساب او لا يعيط ليها التليفون، والله يجيب تيسير الجميع والله يجزيكم بالخير. كما كنأكد لكم وكما كنقول لكم ديما، اللي كما كنقولوا حنا بالدارجه عينو باغي يشري وعينو باغي يتفاوض وعجباتو الموقع وعجباتو الدار وعجبو كلشي. اما اللي غير باغي يتفلى الله يجزيكم بالخير، هاد القناه ماشي ديالكم، الله يعاونكم في قنوات اخرى ديال التفليه وديال المحتوى الغير هادف. هنا هاد الشريجم هذا في جاف الكلوه كيطلع على كما كنقولوا حنا كما كيقولوا الضوايه، او هنا في الشمال كيقولوا لها الباتيو. هانتوما كما كتشوفوا، يعني صراحه بالنسبه للكوبلي الله بادي، وهادي راه يدخل لهنا ويصلحها ويقادها ويعطيها منظر واحد اخر. هذه هي الكوزينه هنايا كما كتشوفوا، فيها جوج بيوت وصالون وكوزينه وحمام. الثمن ديالها 28 مليون قابل للتفاوض، يعني راه غير هاد لا كوزين هادي راه تصايب لها البلاكارات ديالها وتصايب هذاك الشيء اونكاستري راه ترجع غزاله. كما قلت لكم الثمن 28 مليون قابل للتفاوض. الشقه فيها 56 متر، طابق الثاني، ملكيه محفظه مسجله مع لا مشاكل لا والو، بالموضوع ديالك والسطح مشروك. هنايا كاينه غرفه كما قالت لي السيده راه فيها البلاكار، يعني البلاكار مبني خصو غير البيبان وخصو هادي. وكنقول لها مشكوره بزاف لان صيفطات لي صراحه الفيديو شحال هادي، وصيفطاتو لي مصور بالطريقه الطويله ماشي بالعرض بالطول، وبارك الله فيها مشات وتكلفات حيت هي ما ساكناش فيها، مشات وقلبات. عندك هذا الساجم هذا راه كيطلع على داك الباتيو اللي قلت لكم، على ما اعتقد باش ما نقولش شي حاجه ما هيش.
المهم انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، شكرا للوفاء ديالكم، واكيد اللي عنده اي حاجه ابارتمون فيلا دار كاراج اي حاجه كما قلت لكم طلامط ثلاجه بوطه مرحبا بكم، هذه قناتكم واني غنحاول ان شاء الله. بغيت ندير لكم واحد الفيديو خاص ما ندير لكم فيه حتى شي حاجه باش نشرح لكم بزاف ديال الحوايج صراحه. لا هذاك الشرجم كيطلع على هذا الكولوار هذا اللي اونفاس معاه الباطيو اللي فيه سوا الشرجم، كاين بزاف ما يتقال. وحاجه وحده كننصح كاع الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب كيقول لي واحنا شفنا هنا بغينا نشيو، شفنا هنا بغينا نشيو، كنأكد لكم حيت كاين اللي ما كيبغيش البني قديم، كاين اللي كيبغي البني جديد، وكاين عاوتاني اللي كيبغي البني قديم كيقول لك كنشوف بعينيا، يعني الناس ساكن ما كواقع لهم لا مشاكل لا والو، ماشي بحال البني جديد هادي فويت من لهنا، هذا البوله ما خداماش، هاد لينكاسه ما خداماش، هادي كل واحد وشنو. وعاد البني جديد كله كيكون في نواحي المدن ماشي في وسط المدينه. المهم ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، لان الموضوع كبير وان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو ونناقشوا فيه جميع المسائل، ونقول لكم كاع الحاجه اللي كضر في خاطري واللي عزات عليا واللي خلاتني انني نتعطل عليكم في تنزيل الفيديوهات، رغم انني مصوره بزاف المشاريع ونتعطل عليكم، لان ما بغيتش شي حد يجي يقول لي حرام عليك وفيتينا داك المشروع وصدق ما هوش، انه في الاول كيضحكوا لي وفي الاخر ملي عطيت فلوسي على اقل مشكل كيقلبوا عليا. المهم ما تنساوناش باللايك والبارطاج والتعاليق، تعاليق وخصوصا اللايكات، راه كنشوف الفيديو فيه بزاف المشاهده ولكن اللايكات قلال، ما غتخسروا والو الا بركتوا على البصيمه. يلا السلام عليكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله على قناتي وقناتكم عالم ام مسك متنوعه.